حكم إخراج الزكاة في المال المضاف إلى النصاب خلال الحول إذا كان المال المضاف متولدا من الأصل يعني هو ربح للمال الأصلي فيخرج عليه زكاة كالشياء التي تلد إذا ذهب المصدق يجمع الزكوات فلن يقول متى ولدت يبني على الجميع لكن إذا كان مال دخل من مصدر آخر هبة مثلا أنت معك مئة ألف في شهر واحد جاء في شهر سته واحد اعطاك خمسين الف ليست متولده من المال الاصلي تنتظر بها سنه الى ان تزكيها